عندما نعراشد الواسمي أبو بيض الأيادي من كثر ما بيض الله وجهه وبيض فعوله والله إنه ما يصك الباب في وجه المنادي يقضي الحاجات لا جوهر يا جيل بسهولة يقضي الحاجات لا جوهر يا جيل بسهولة ليس الوحي دون الشعر يبع من الشعر بشكل لا إرادي يمتني صدره من حروفه وبرسانه يدونه الظليل في تباشير السعد به بعادي أنا شفت النور نبت وانتجى من ثور حوله مرحبا عند الوسامة لا تخلي الجو هادي كأنها دوي المدافع في مدان الظل مهولة أوصل بيوت المدينة أوصل خيام الموادي صوتها عندما نعراشد الواسمي عندما نعراشد الواسمي يبو بيض الأيادي من كثر ما بيض الله وجهه بيض فعوله الله أنه ما يصك الباب في وجه المنادي يبغي الحاجات لا جهر يا جيل السهولة له ولد عز الله أنه ما هو بشخص اعتيادي كل طيب ما يطولونه ترى فيصل يطوله لو يجي حلي يشيله طيب ما يدب فوق مدنفى المهر الكايد أشال الحمولة أنت يا نواف راشد وأنت يا نواف راشد وأنت يا نواف راشد سيرتك عن بروكادك عطرك حفظك على مدالح الله ورسوله نصيبك له بطولة وجماهير ونوازي حبر تاريخك على بيض الورق حطك بطولة حي راس اللي مورث المراجل والمبادئ وودامه عندما نعراشد الواسمي عندما نعراشد الواسمي يبو بيض الأيادي من كثر ما بيض الله وجهه بيض فعوله والله أنه ما يصك الباب في وجه المنادي يقضي الحاجات لا جهر يا جيل بسهولة له ولد عز الله أنه ما هو بشخص اعتيادي كل طيب ما يطولونه ترى فيصل يطوله لو يجي حلي يشيل الطيب ما يدب فوق مدنفى المهر الكايد أشال الحمولة أنت يا نواف راشد وأنت يا نواف راشد وأنت يا نواف راشد سيرتك عن بروكادي عطرك حفظك على مدالح الله ورسوله ميرا ميرا دولا يحط غير في كرسي لميرا
من دولة. 7737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال 00